الرئيس السيسي يلتقي رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية وبايدن يشيد بجهود مصر في دفع مسار التهدئة في قطاع غزة. الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس الوزراء القطري، والقاهرة والدوحة تحذران من العواقب الوخيمة لتصعيد العمليات في رفح جنوب غزة. غوتيريش يحذر من الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، وجنوب أفريقيا تطلب من محكمة العدل بحث هذا الهجوم. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تواصل مصر دورها التاريخي والمحوري دعماً ونصرة للقضية الفلسطينية على مختلف الأصعدة والمستويات. وإلى جانب أدوارها السياسية والدبلوماسية، لا تتوانى مصر في العمل لإيصال وضمان وتدفق المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية ويليام بيرنز، وذلك بحضور رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية، ونقل بيرنز تحيات الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس السيسي وتثمينه لجهود مصر الحثيثة في دفع مسار التهدئة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وذلك بالإضافة إلى دورها المحوري المتواصل في تقديم إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة. وشهد اللقاء استعراض تطورات الموقف الراهن، حيث تم تأكيد استمرار التشاور والتنسيق المكثف لتحقيق أهداف وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتفعيل حل الدولتين، بما يعزز جهود إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لقطر محمد بن عبد الرحمن الثاني بحضور رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل ورئيس جهاز أمن الدولة القطري عبد الله بن محمد الخليفي. صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الوزراء القطري نقل تحيات أمير قطر تميم بن حمد الثاني للرئيس السيسي، مؤكدا الحرص على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين، وبادله الرئيس السيسي التحية والتقدير، مؤكدا العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين. وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد استعراض الجهود الرامية للتوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وحماية المدنيين من الأوضاع المتدهورة بالقطاع، حيث استعرض الجانبان الجهود المشتركة في هذا الصدد، وكذا جهود إنفاذ المساعدات الإنسانية. وتم تأكيد الخطورة البالغة لتصعيد العمليات في رفح بجنوب قطاع غزة، والتحذير من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مع التشديد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للحيلولة دون اتساع دائرة الصراع وزيادة عوامل التوتر في المنطقة. قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد ضرورة وجود خطة لضمان حماية المدنيين في رفح الفلسطينية. وأوضح كيربي خلال مؤتمر صحفي أن واشنطن لا تؤمن بأن الطريق الصحيح هو الهجوم على رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن المحادثات متواصلة بشأن صفقة القاهرة لتبادل الأسرى. وكما أيضا صرح بايدن بأنه ملتزم بتحرير المحتجزين في قطاع غزة. كما أكد كيربي أن واشنطن سعيدة باستمرار المحادثات مع مصر،
قائلا أنها بناءة وتتحرك في الاتجاه الصحيح. هذا وتستضيف القاهرة اجتماعا رباعيا يضم ممثلين من مصر والولايات المتحدة وقطر لبحث موقف الهدنة في قطاع غزة. يشارك ويليام بيرنز مدير وكالة المخابرات الأمريكية ورئيس وزراء قطر وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني في هذا الاجتماع، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مدير الاستخبارات الإسرائيلية الموساد ديفيد بارنيع سيشارك في اجتماعات القاهرة. غزة اتدمرت، ما بقاش حاجة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 غارات شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما بدأت قصفا مدفعيا على المنطقة. أشارت مصادر محلية لوصول إصابات لمستشفى الكويت برفح جراء استهداف الاحتلال مناطق في جنوب قطاع غزة، كما تم استهداف مجموعة من الصحفيين في منطقة ميراد برفح عبر طائرة مسيرة تابعة للاحتلال. أعلنت مصر رفضها الكامل لشن عملية عسكرية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، محذرة من العواقب الوخيمة لذلك. طلبت مصر بتكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف المدينة لكونها آخر المناطق الآمنة بقطاع غزة. واقع غير آدمي يعيشه نحو 1,400,000 نازح في مدينة رفح الفلسطينية، فبعد أن فروا من القصف والاستهداف والقتل العشوائي في مناطق القطاع تكدست بهم جنبات مدينة رفح، يلاحقهم الموت هناك أيضا مع استعداد جيش الاحتلال لدخول المدينة بزعم استكمال عملياته العسكرية. رفح تلك المدينة الحدودية المكدسة بخيام النازحين تعاني على كافة المستويات، فلا ظروف معيشية مواتية ولا طعام يكفي ولا خدمة طبية متوفرة. وسط هذه الصورة القاتمة يأتي القصف الإسرائيلي المتواصل على رفح منذ عدة أيام والذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى. المشهد قد يصبح أشد قتامة مع الاستعداد لتنفيذ توغل بري في المدينة. مصر من جانبها أعلنت رفضها الكامل لشن عملية عسكرية على رفح، محذرة من العواقب الوخيمة لذلك، وطالبت بتكاتف جميع الجهود للحيلولة دون استهداف رفح الفلسطينية كونها آخر المناطق الآمنة بقطاع غزة. مصر أكدت أيضاً أن استهداف رفح بعملية عسكرية بجانب عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع هو إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، كما أكدت أن اتخاذ أي إجراءات إضافية سيؤدي إلى زيادة تعقيد الموقف والإضرار بمصالح الجميع دون استثناء. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة ستكون له عواقب مدمرة. وأعرب غوتيريش عن أمله في أن تنجح المحادثات الجارية في تحقيق هدنة في الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. قدمت جنوب أفريقيا طلبا لمحكمة العدل الدولية للنظر فيما إذا كانت خطط إسرائيل لتوسيع هجومها على قطاع غزة ليشمل مدينة رفح الفلسطينية يتطلب إقرار تدابير طارئة إضافة لحماية حقوق الفلسطينيين. في بيان لها أعلنت الرئاسة في جنوب أفريقيا إن الطلب المقدم للمحكمة تضمن التعبير عن القلق البالغ من أن الهجوم العسكري غير المسبوق على رفح، مثلما أعلنت إسرائيل أدى بالفعل إلى قتل وأذى ودمار واسع النطاق سيؤدي إلى المزيد. كما أكدت جنوب أفريقيا هذه الخطوة بأنها ستمثل خرقا خطيرا لا يمكن تداركه لاتفاقية الإبادة الجماعية وقرار المحكمة الصادر في 26 من يناير الماضي.
أعلنت السلطات الصحية في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 133 شهيدا و 162 إصابة، وذلك خلال 24 ساعة. وذكرت السلطات الصحية أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام. وفي الطرقات لافتة إلى أن قوات الاحتلال تمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم. وبهذا ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 28,473 شهيدة و 868,146 إصابة، وذلك حتى اليوم 130 من العدوان. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أن التقديرات تشير إلى أن 17,000 طفل فلسطيني في غزة فقدوا ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع. قال مدير اتصالات اليونيسف في الأراضي الفلسطينية إن الصحة النفسية للأطفال تأثرت بشكل خطير بسبب الأحداث التي شهدتها غزة. منهم من فقد الأب، ومنهم من أصبح بلا أم، ومنهم من بات بدون الاثنين. إنهم آلاف الأطفال اليتامى في غزة الذين حرمهم الاحتلال الإسرائيلي من ذويهم ممن سقطوا ضحايا العدوان على القطاع. كنا في الخيمة أنا وكل أهلي، وإحنا والطلاب كله إجا علينا والرصاص. بابا راح يشوف لقى حكينا فيه درسين قصف انقصفت وهو قاعد بيحكي. يعاني هؤلاء الأطفال الوحدة، وعلاوة على أوجاع النفس يئن الجسد من شظايا آلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف فتحت أحضانها لهؤلاء الأطفال المحرومين من دفء العائلة فقد، ووفرت المواد اللازمة لغرف الجراحة لعلاج إصابات هؤلاء الأطفال الذين يواجهون شبح الموت يوميا داخل نحو 14 مستشفى يعمل بشكل جزئي من بين 36 مستشفى في القطاع. وتجاوزت اليونيسيف دور الطبيب المخفف لآلام البراءة لتمارس مهمة العلاج النفسي والتأهيل الاجتماعي لكل طفل فلسطيني فقد الأهل والأقارب. فقدمت الدعم النفسي لأكثر من 40,000 طفل، سواء من خلال الأنشطة الترفيهية كالرسم والرقص والغناء مع الأطفال في الملاجئ والمخيمات، رغبة في رؤية ابتسامة أمل على شفاه من شردتهم حرب الإبادة الجمعية. وتركزت جهود المنظمة الدولية على احتواء الأطفال المصابين بصدمات نفسية حادة وإخضاعهم لجلسات تفريغ مشاعرهم السلبية جراء الأهوال التي تعرضوا إليها على مدار شهور عصيبة، خصوصا مع الذين يعانون من صعوبة في التحدث أو التواصل. يستمر معبر رفح في استقبال المساعدات الإغاثية من مواد غذائية ومستلزمات طبية، بالإضافة لخروج مزدوجي الجنسية وعدد كبير من المصابين من الأشقاء في فلسطين. ورغم عرقلة قوات الاحتلال دخول هذه الشاحنات من الجانب الفلسطيني، إلا أن البوابة المصرية ما زالت تفتح أبوابها لإيصال المساعدات. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري متحدثا إلينا من العريش. إليك كريم وآخر تطورات المشهد لديك. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هي الصورة كما وصفتموها، فبالفعل هذه البوابة من الناحية المصرية لم تغلق قط منذ الحرب على غزة، وهي تفتح أبوابها لدخول جميع المساعدات الإغاثية بمختلف أنواعها إلى الأشقاء في فلسطين. نتحدث عن شاحنات إغاثية من مواد غذائية، نتحدث عن مستلزمات طبية، نتحدث عن خيام، نتحدث عن عدد كبير آخر من المساعدات منها البترولية أيضا تدخل عبر بوابة معبر رفح المصرية. تحاول دائما قوات
قوات الاحتلال عرقلت دخول هذه الشاحنات إما عن طريق معبر العوجة حيث كانت يتم تفتيشها من قبل، أو معبر كرم أبو سالم، أو حتى معبر رفح من الناحية الفلسطينية، ولكن هذا لا يمنع أيضا استمرار دخول الشاحنات من الناحية المصرية، حيث دخل اليوم عبر البوابة المصرية فقط ما يقرب من 160 شاحنة ليتم تفتيشهم من قوات الاحتلال، ولكن قوات الاحتلال قامت بوقف دخول الشاحنات خلال اليوم ويومين ماضيين من الدخول عبر بوابة معبر رفح الفلسطينية، وتدخل فقط عبر بوابة معبر كرم أبو سالم، وهو ما يعرقل أيضا ويؤخر دخول المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين، ولكن هذا أيضا لا يمنع استمرار تدفق المساعدات بشكل كبير إما عن طريق مطار العريش الدولي الذي يستقبل الطائرات، حيث استقبل بالفعل من طائرات من عمان وطائرات أيضا من الإمارات وقطر، هذه الطائرات وصلت محملة بعدد كبير من الأطنان والمساعدات الإغاثية المختلفة ليتم نقلها إلى الأشقاء في فلسطين عن طريق بالطبع الهلال الأحمر المصري الذي يبذل مجهودات كبيرة هو المتطوعين لاستقبال هذه المساعدات وتخزينها في المخازن إما في العريش أو في رفح لتتحرك بعد ذلك تدخل إلى الجانب الآخر من الأشقاء في فلسطين. خرج أيضا اليوم عدد كبير من المصابين من الأشقاء في فلسطين ليتلقوا العلاج، وأيضا رصدنا وجود سيارات كثيرة لمزدوجي الجنسية من مختلف السفارات المختلفة تواجدوا أمام بوابة معبر رفح المصري. ربما في خضم كل هذه الأحداث والتهديدات باجتياح رفح، وأيضا ظهرت بعض الشائعات خلال الأيام الماضية ومنها اليوم بإغلاق معبر رفح من الناحية المصرية، ولكن حسب ما رصدناه فالأمر ما زال مستمر، معبر رفح المصري لم يغلق في إدخال المساعدات قط منذ بداية الحرب، أما الناحية الأخرى فتوقفت من الناحية الفلسطينية ولكنها تدخل عبر معبر كرم أبو سالم. بالإضافة لذلك أيضا التحالف الوطني يقوم بتجهيز قافلة كبيرة محملة بالمساعدات، والتحالف الوطني هو تحالف مصري بالطبع للأحزاب والمنظمات المدنية المختلفة التي شاركت بالمساعدات المتنوعة ليتم إيصالها إلى الأشقاء في فلسطين، وتحركت هذه القافلة بالفعل من المفترض أو من المتوقع أن تصل خلال يعني أمس خلال مساء عفوا اليوم أو حتى ربما تصل في الغد، ولكن نحن بالطبع في انتظار هذه القافلة لتصل إلى بوابة معبر رفح المصري مثل قافلات غيرها أو سابقتها وصلت بالفعل، حيث أكثر من 70% من المساعدات الإغاثية التي تذهب إلى الأشقاء في فلسطين تأتي بالفعل من المصري ومن الدولة المصرية. أشكرك جزيل الشكر كريم بابرس مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا على هذه المتابعة الوافية. نشرتنا تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. فرنسا تقدم اقتراحا لإنهاء المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، الله يشترط وقف العدوان على غزة. أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية الدور الذي تلعبه المجموعة الخماسية التي تضم مصر وفرنسا والسعودية وقطر والولايات المتحدة فيما يتعلق بالسعي نحو حلحلة أزمة الشغور الرئاسي في لبنان. وخلال استقباله المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لورديان، استعرض شكري موقف مصر القائم على تشجيع الأطراف اللبنانية على اختيار رئيس الجمهورية ثم تشكيل حكومة قادرة على الاطلاع بمهامها، وترحيب مصر بخطوات التجديد لقائد الجيش اللبناني وقائد قوى الأمن الداخلي وتعيين رئيس أركان للجيش، مشددا على ضرورة الحفاظ على الإطار الدستوري للبنان. وبدوره أشاد لورديان بالتعاون والتنسيق القائم مع مصر على كافة المستويات من أجل المساهمة في حلحلة الوضع السياسي المتأزم. قدمت فرنسا اقتراحا مكتوبا إلى لبنان يهدف لإنهاء المواجهات مع إسرائيل والتوصل لتسوية بشأن الحدود المتنازع عليها بين البلدين. تهدف هذه الخطة إلى إنهاء القتال بين حزب الله وإسرائيل عبر الحدود، حيث يجري القصف المتبادل بالتوازي مع العدوان على غزة.
هدد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بدفع المزيد من الإسرائيليين في شمال إسرائيل إلى النزوح. واشترط نصر الله في مؤتمر صحفي وقف العدوان الإسرائيلي على غزة لوقف الهجمات على امتداد الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قائلا إن إسرائيل وسعت الحرب فإن الحزب سيرد بالمثل. على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات بدبي، شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا وشبكة المشرق العالمية الإماراتية للتوسع في خدمات أعمال مركز الشركة في مصر. تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير 300 فرصة عمل للكوادر المصرية المؤهلة على أعلى مستوى، موجهة لأنشطة تصدير خدمات الأعمال المصرفية، وذلك خلال مدة الاتفاقية والتي تبلغ 3 سنوات. وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم شبكة المشرق العالمية بتوسيع عملياتها في مصر، والتي تتضمن تقديم خدمات تحليل البيانات وذكاء الأعمال والتدقيق الداخلي وإدارة الائتمان، بالإضافة إلى الكثير من الخدمات المالية والبنكية الأخرى. انطلقت فعاليات التدريب المصري البريطاني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة والمظلات المصرية وعناصر من القوات الخاصة البريطانية، والذي تستمر فعالياته على مدار عدة أيام بما يدين التدريب القتالي لقيادة قوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية. بدأت فعاليات التدريب باصطفاف ودمج القوات واستعراض للأسلحة والمعدات المستخدمة لأغراض التدريب، ومن المخطط تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المتنوعة بهدف توحيد المفاهيم وتبادل واكتساب الخبرات وصقل المهارات للقوات الخاصة المشاركة من الجانبين. يأتي ذلك في إطار خطة التدريب المشترك للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة. في إطار حرص وزارة الداخلية على الارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري لدى براعم المناطق الحضارية الجديدة، استقبلت مدينة بورسعيد الملتقى الرابع لمبادرة جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية لمشاهدة معالم ومشاريع المحافظة. يأتي هذا الملتقى في إطار تطوير أنشطة مبادرة جيل جديد وضم براعم جديدة لها. لما الدنيا تقول لي افرح 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 ومن القلب. مدينة بورسعيد الباسلة أرض البطولات والتضحيات، استقبلت الملتقى الرابع لمبادرة جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية في إطار حرص وزارة الداخلية على الارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري لدى براعم المناطق الحضارية الجديدة. على مدار 3 أيام استضاف قرية الشرطة ببورسعيد شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، والتي انطلقوا منها يومياً للتعرف على معالم المدينة التاريخية، ومنها المتحف الحربي الذي يسطر تضحيات الشعب المصري بخاصة في مواجهته للعدوان الثلاثي عام 1956. لما تشوف أبطال حزين يحمو يبنوا اليوم الدين، وليك يا مصر رد الدين لأجل بلدنا للأعمار. واستعرض نماذج للفدائيين والتي كرمت وزارة الداخلية أسرهم في الاحتفال بعيد الشرطة. الجديد وشمس جديدة ورايا ترفرف جوه قلوبنا وفي دم مصر. النهاردة مبسوط إن أنا جيت في متحف بورسعيد وشفت نماذج عن الفدائيين اللي حاربوا في العدو في 56. بشكر مبادرة الجيل الجديد إنها جابتنا متحف بورسعيد، شفنا النماذج المشرفة دي وصورهم وقرينا عنهم. أنا بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو فكر في الشباب وفكر فينا وعمل لنا حاجة زي مبادرة كلنا واحد جيل جديد. أنا انضميت للمبادرة عشان سمعت زمايلي وهم بيقولوا إن هم راحوا أماكن جميلة جدا واستفادوا حاجات حلوة قوي.
قام الشباب والطلائع بزيارة مقر قسم شرطة موانئ بورسعيد المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس الذي يعود بناؤه إلى ثلاثينيات القرن الماضي. واستقل الشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة إحدى المعديات في جولة بقناة السويس حيث نقطة التقاء البحر المتوسط بالقناة. فرحانة قوي إن أنا أول مرة أشوف حاجة يعني جديدة في حياتي. مبسوط جدا أنا بشوف حاجات زي دي في بلدي وفخور ببلدي والحاجات اللي بتحصل في بلدي. روحنا حاجات كتيره جدا حلوه قوي في بلدنا ما شفناهاش قبل كده، ونشكر مبادره كلنا واحد، وبشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحيه مصر، تحيه مصر. لما تشوف افضل حفيد يحمو يبنى اليوم الدين، وليك يا مصر ردوا الدين لاجل بلدنا. وإدراكاً لأهمية اطلاع النشأ على الصناعات الوطنية، نظمت الوزارة زيارة لهم للمنطقة الصناعية ببورسعيد حيث اطلعوا على مصانع الضفائر الكهربائية للسيارات. النهارده بنرحب بمبادره جيل جديد عندنا في شركه سوموتومو الكتريك ايجيبت، واحنا مبسوطين جدا بزيارتكم عشان نقدر ان احنا نوصل للجيل الجديد فعلا ان في صناعات كبيره موجوده في مصر زي صناعه الضفائر الكهربائيه للسيارات. انا شايف ان دي فكره كويسه جدا ومبادره جيده جدا، لان هي بتساعد الشباب الجديد والجيل الجديد انه يتعرف على صناعات كتير موجوده في البلد، صناعات قادره ان هي تتصدر وتتطور وتشارك في صناعات كبيره شبه صناعه السيارات. المصنع بيصدر لاكثر من دوله في اوروبا. كل ما بنروح مكان بنكتشف حاجات جديده، واول مره اجي المصنع دوت اللي هو مصنع سوميتومو. انا فخوره جدا بالمصنع دوت، واول مره اشوفه واتمنى اشوف حاجات كتيره تاني. ثالث مره ليا اجي المبادره، والنهارده اكتشفت ان في مصر اكبر مصنع للضفائر الكهربائيه للسيارات وبيصدر لجميع دول العالم. وقاموا بزيارة مصنع الكاوتشوك والذي يلبي احتياجات السوق المحلي. بكرة نضحي علشان مصر ونوفي جميلها طول العمر، أجيال طالعة في مصر جديدة بتقول دايما تحيا مصر. مبادرة عظيمة إن احنا نعتني بشباب صغير ده وندور من فكرهم ونوريهم إن البلد في تغير وتحسن والصناعة بتنمو، وإن مصر في عهد سيادة الرئيس ابتدى يبقى في مصانع جديدة تعمل منتج استراتيجي الدولة بتحتاجه، دي حاجة يعني شرفت طبعاً. أنا مبسوط جداً إن وزارة الداخلية خلتنا أزور مدينة بورسعيد وأزور أكبر مصنع كاوتش في مدينة بورسعيد، ولما أروح أحكي لأصحابي وقرايبي على اللي شفته النهارده. المبادرة حلوة وجينا هنا مصنع كاوتشات وبشكر سيادة الرئيس وزارة الداخلية على المكان الجميل اللي جابتهولنا. وحرصت وزارة الداخلية على اصطحاب هؤلاء الشباب عبر أنفاق 3 يوليو التي تربط بورسعيد بالضفة الشرقية للقناة كأحد الإنجازات الحديثة، متجهين عبره إلى ميناء شرق التفريعة، وهو من المشروعات القومية التي أقامتها الدولة ومحور أساسي للتجارة العالمية، وتم تنظيم احتفالية لهم هناك. اسمحوا لي أشكر باسمي وبالنيابة عن زملائي طلاب وطالبات المناطق الحضرية الجديدة، شكر خاص لإدارة ميناء شركة تفريعة ببورسعيد شركة ميرسك على الاستقبال العظيم اللي استقبلوه لنا النهاردة والأماكن اللي وراها لنا. وبجد أنا فرحان وفخور جدا إن احنا عندنا شركة زي دي وميناء زي دون داخل مصر. We are very proud to work with the government of Egypt on initiatives that we see today, where the government of Egypt is investing in the future of the country, the youth of the country. They are providing opportunities for youth to acquire new skills, to look for job opportunities,
and to provide them training. And we are very, very proud to associate ourselves with these initiatives by the government. أنا دلوقتي في ميناء شرق التفريعة وخدنا فيها جولة جميلة جدا. شفنا حاجات كتيرة مفيدة وعرفونا الوعي والحماية وحاجات كتيرة قوي حلوة. فخور إن إحنا عندنا حاجة زي دي بالضخامة دي وبالحجم ده. ومبسوط جدا ان انا موجود في المكان ده. بصراحه كانت جميله جدا، وانا كنت بصراحه ما كنتش اعرف ان في بورسعيد مكان زي ده بصراحه. على هامش الملتقى تم تنظيم ندوات تثقيفية للشباب رحبوا خلالها بزملائهم الجدد المنضمين للمرة الأولى للملتقى بعد النجاحات التي حققتها الملتقيات السابقة. أنا عايزة أرحب بكل زمايلي الجدد اللي انضموا لنا في المبادرة حديثة. أنا مبسوطة جداً بزمايلنا اللي انضموا معنا المبادرة الجديدة، وبتمنى أن هم يستفادوا كل اللي احنا استفدناه من المبادرة. وتهدف هذه الندوات إلى إسقال المهارات الثقافية والفكرية للشباب وتعريفهم بالإنجازات الوطنية. أنا اسمي مصطفى الجمال من حي بشاري خير، وأنا إزاي أحافظ على المشروعات اللي حضرتك قلت عليها في المحاضرة، وإزاي أخلي مستقبلي أفضل. كل المباني الحلوة اللي احنا شفناها وكل المشروعات الناجحة دي هتلاقي اللي نجحها الناس اللي شغالة فيها. زي ما احنا عندنا مستشفى ناجحة بقى عندنا شرق تفريعة ناجحة، وزي ما احنا عندنا مدرسة ناجحة بقى عندنا مصنع للكاوتش ناجح. كل المرتبط ما بين ده هو بني آدم ناجح. عشان كده لو عايزين نحافظ على مشروعاتنا بجد نبقى أقوية وناجحين، ويبقى عندنا انتماء للبلد في كل فعل بنعمله. عايز أعرف إزاي أكون مفيدة لبلدي. أول حاجة علشان نكون مفيدين لبلدنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى عملية التغيير لابد إنها تكون جوايا الأول، وبعد كده أبدأ أغير في اللي حواليا. يبقى أنا بطور من نفسي، بطور من مهاراتي، وبتعلم كل جديد، وبعد كده ببدأ أوصله للآخرين عن طريق إن أنا أكون إيه؟ قدوة. بشكر طبعاً السيد الرئيس وتطبيقه للاستراتيجية اللي بتقول إنه إحنا لازم نأكد على إن بناء الإنسان قبل بناء البنيان. فمن خلال مبادرة جيل جديد لقينا إن في تطبيق فعلي التأكيد على المهارات اللي إحنا لازم نطورها في الإنسان. النهاردة استقبلنا شباب جديد يمكن ما كانش معانا في المبادرة المرة اللي فاتت، والشباب بالمجموعة الأولانية رحبت بالمجموعة الثانية، وكل يوم بنزيد، وكل يوم قلب على قلب من الشباب. هنقدر إن شاء الله نكون مجتمع ناجح وراقي يحافظ على البلد. لما تشوف أفضل حزين تضمن الملتقى تكريم المتفوقين من أبناء المناطق الحضارية دراسياً من مختلف المراحل الدراسية. أجيال طلاب مصر جديدة بتقول دايماً تحيا مصر. لما تشوف أبطال حرفين يحموا يبنوا اليوم الجديد. أنا مبسوط بمبادرة الجيل الجديد عشان هي بتعلمنا حاجات كتيرة، بتدينا دفعة إن إحنا نتفوق. لما تشوف أبطال حرفين يحموا يبنوا اليوم الجديد. وتأكيدا على نجاح مبادرة الجيل الجديد في غرس قيم التشارك والانضباط، وهو من عكس على سلوكياتهم وتعاونهم وقيمهم الإيجابية التي ظهرت خلال هذا الملتقى. اختتم الملتقى الرابع فعالياته الناجحة بحفل ترفيهي كبير وسط التقاط لصور تذكارية تخلد هذه اللحظة. بجد مبسوط باختتام الملتقى الرابع، وبجد فرحانين كلنا ان احنا جينا بورسعيد ونتعرف على حاجات جديدة في بلدنا. انا اول مرة ازور الاماكن دي وفخورة جدا بالاماكن دي. بشكر سيادة الرئيس على كل المبادرات اللي عملها لنا، ويا رب تكون على طول. المتميزون ثقافياً وعلمياً ورياضياً من المشاركين في الملتقى تم إضافتهم إلى لوحات شرف المتميزين الموجودة داخل المناطق الحضارية الجديدة لتخلد مشاركتهم في هذه الملتقيات التي يزداد الإقبال على المشاركة فيها يوماً بعد آخر في ضوء حرص الوزارة
على التطوير المستمر لأنشطة الملتقى لبناء أجيال جديدة الانتماء للوطن شعارها وبناء قدراته هدفها. تستمر مبادرة كلنا واحد جيل جديد في تقديم المزيد لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة لتعريفهم بالإنجازات الوطنية الموجودة على أرض مصر وكذلك الإرث الحضاري الذي تزخر به. وبورسعيد لديها كثير من المشاريع والإنجازات التي تعرف عليها شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة، وهناك المزيد الذي سوف تقدمه مبادرة جيل جديد لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة خلال الأشهر والأيام القادمة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف محمود عبد الراضي رئيس قطاع الحوادث بجريدة اليوم السابع. بعد التحية، يعني مبادرة جيل جديد تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تعكس هذه الرعاية الكريمة اهتمام من القيادة السياسية بالمناطق الحضرية الجديدة. تعقيب حضرتك. بالفعل يا فندم، يمكن هناك توجه واهتمام كبير جدا من الدولة بسكان وقاطني الأماكن الحضرية الجديدة، خاصة فئات الشباب والطلائع في صغار السن. يمكن مش دي المبادرة الأولى، ولكن دي نسخة رقم 4. كان هناك اهتمام سابق وزيارات للمواقع الشرطية لسكان الأسمرات وبعض الأماكن الجديدة مثل أهالينا وغيرها. نحن الآن بصدد المرحلة الرابعة تحت عنوان جيل جديد. الهدف من هذه الفعاليات والملتقيات هي زيادة الوعي عند الشباب الصغيرين وطلائع الصغيرين، وغرس بعض القيم والمفاهيم الصحيحة منذ نعومة أظافرهم. شفنا أطفال صغيرين بيتكلموا عن فكرة الوعي، فخورين ببلادهم، إزاي بيشوفوا المشروعات والإنجازات والحجم الإنجاز اللي بيحصل في مدينة بورسعيد والمنطقة الشرقية، وزي بيتلمسوا ده بإيديهم. فرق كبير ما بين ما نحكي للشباب ونتكلم وما بين إنهم يتلمسوا ده بإيديهم وشاهدوه على أرض الواقع. مش زيارة لساعة أو ساعتين، لا، لثلاث أيام متتالية. هذه المبادرات الرئاسية أو تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي مهمة جدا لهذه الأجيال، تخلق حالة من الوعي وبتصحح المفاهيم الصحيحة عند هؤلاء الشباب. يعني نستطيع أن نقول أنها خطوة استباقية بالاهتمام بالأجيال الجديدة بكيفية تفكيرهم وإبعادهم عن الفكر الذي سوف يضر المجتمع. بالفعل يا فندم، ده خطوة استباقية رائعة، خطوة تتماشى مع الجمهورية الجديدة وتتماشى مع التوجه الحالي بالارتقاء بفكر الشباب والارتقاء بفكر الطلائع الصغيرين وتصحيح الأفكار ويعني بس المعلومات الصحيحة لدى هؤلاء الأجيال والأجيال الصغيرة. ناس كثيرة بتعتقد أن دور الشرطة مقتصر على ملاحقة الجريمة فقط، ولكن ها هي الشرطة بتقوم بدور إنساني، دور إنساني من خلال يعني رعاية هؤلاء الشباب من المناطق الحضرية، والتأكيد على أن الشرطة هي جزء منهم لا يتجزأ من نسيج هذا الشعب، بيكونوا يعني مصاحبين لهؤلاء الطلائع والبراعم على مدار ثلاث أيام، بيزوروا فيها مشروعات ضخمة أنجزتها الدولة، بيزوروا فيها ميناء بورسعيد وهو من أقدم الموانئ على مستوى الجمهورية، تم إنشاؤه في ثلاثينات القرن الماضي، نتكلم عن حوالي من أكثر من 90 سنة عمر هذا الميناء العريق والتاريخي، بيزوروا بعض المواقع الشرطية، بيزوروا أنفاق 3 يوليو واللي بتربط بورسعيد بالمنطقة الشرقية. كل هذه الزيارات بتسيب طوابع إيجابية لدى هؤلاء الشباب، حتى إذا ما شبوا وما كبروا هيعرفوا تاريخ بلادهم وإزاي البلد يعني قدرت أنها توفر لهم حياة كريمة وبلد عظيم تليق بالمصريين في الجمهورية الجديدة. يعني بالفعل وزارة الداخلية تتبع نهج واستراتيجية للارتقاء بمختلف أنشطتها، لا سيما على المستوى الاجتماعي
الاجتماعي كما هو الأمن أيضا. كيف تقيم هذه الاستراتيجية التي نشهدها ونتلمسها من سنوات؟ إذا كان هناك يعني اهتمام بالأمن العام أو الأمن الجنائي، فوزارة الداخلية بتعلي الآن من قيم الأمن الاجتماعي، الأمن الاجتماعي اللي بيدعم الأفكار الصحيحة لدى الشباب، الأمن الاجتماعي اللي بيراعي سكان المناطق الحضرية الجديدة وبيجعلهم يندمجوا في هذا المجتمع. وزارة الداخلية حريصة وفقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق على إعلاء القيم الإنسانية ويعني تعبيق أعلى معايير حقوق الإنسان، وده اللي شفناه من خلال الزيارات الميدانية اللي بترتبها وزارة الداخلية لسكان الأماكن الحضرية. أكاديمية الشرطة من فترة كانت تستضيف عدد منهم، تم زيارة في محافظة الإسكندرية في اتحاد الشرطة، وما بين الحين والآخر بتنظم وفقا أو تحت رعاية مبادرة كلنا واحد العديد من الزيارات الميدانية لهؤلاء الطلائع، بيغذي فيهم الوعي الوطني والانتماء الوطني. وإحنا النهاردة بنشوف الأطفال هم بيتكلموا عن البلد وعن حبهم للبلد، وده شيء عظيم جدا وأمر محمود بتقوم به وزارة الداخلية بتستهدف هذه الفئة العمرية تحديدا. بالفعل، ومن المهم أيضا أن نواجه الفكر الإجرامي قبل أن يتكون في العقول. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمود عبد الراضي، رئيس قطاع الحوادث بجريدة اليوم السابع، كنت معنا عبر الهاتف. وللمزيد من المتابعة أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر. دكتور أمين، بعد التحية، إلى أي مدى برأيك بيعكس هذا الملتقى الرابع لمبادرة جيل جديد سعي الدولة الدائم بجميع مؤسساتها نحو الارتقاء بالعنصر البشري؟ خلينا أقول لحضرتك يمكن الملتقى ده في دورته الرابعة اللي هو في خلال سنتين. احنا بدأ الملتقى في سبتمبر 2022، النهارده في الدوره الرابعه من الملتقى بيؤكد على انه استراتيجيه الدوله الخاصه ببناء الاساس بيتم العمل عليها من كافه قطاعات الدوله المختلفه. حرص وزاره الداخليه على انه هذا الملتقى يتم بهذا الشكل، هذا التنظيم ودمج هذه العناصر داخل المنظومه المجتمعيه، يمكن التعبير اللي ذكره زميلي في انه الامن الاجتماعي والحرص على تطوير الامن الاجتماعي، ودي نقطه مهمه. خليني كمان اشير لنقطه ثانيه، وهي نقطه انه عمليه بناء الانسان بتتم بمراحل مختلفه، والحديث عن الاستراتيجيه الوطنيه الخاصه بحقوق الانسان من خلال هذه الملتقيات ده تنفيذ ليها على ارض الواقع. هذه العناصر من الطلائع الشابه اللي تم يعني يتم الحرص على زيارتهم للمشروعات المختلفه وتعريفهم بما تم من انجاز داخل هذا الوطن خلال الفتره الماضيه، وترسيخ لقيم الولاء والانتماء لديهم، ده عمليه بناء انسان ممنهجه بشكل ممتاز جدا، بيورينا قد ايه انه وزاره الداخليه حرصها على تنفيذ القانون ايضا بتحرص معاه بالتوازي على بناء انسان سوي، بناء انسان لديه حاله من الوعي الحقيقي. دي نقطه مهمه ايضا في استراتيجيه حقوق الانسان. من كلام حضرتك دكتور امين عايز اتوقف بس عند نقطه مهمه جدا، انه الى جانب طبعا الدور المهم والاساسي لوزاره الداخليه في تامين الجبهه الداخليه، ولكن ايضا الى جانب بناء الانسان هناك اهتمام كبير للغايه بالجانب المجتمعي او التنميه المجتمعيه. عايز حضرتك برضو تكلمني على هذه النقطه تحديدا. يعني خليني اقول لحضرتك يمكن في نقطه التنميه المجتمعيه وزاره الداخليه عندها مبادرة مهمة جدا بتقوم بيها، اللي هي مبادرة كلنا واحد، وده ليها دور مجتمعي وليها مردود كبير جدا في خلال الفترة اللي فاتت. هذه المبادرة استطاعت ان هي تخفف من عن المواطنين عبء الارتفاع المتزايد اللي احنا بنشوفه من الاسعار، وايضا تبقى حريصة بشكل كبير جدا على تقديم الدعم للمواطنين. خليني اقول لحضرتك انه القطاع المجتمعي داخل وزاره الداخليه والانسان يقوم بدور كبير جدا، سواء كان في يعني مساعده الغارمين
وده شفناها في المبادره المهمه جدا للغارمين اللي قامت بيها وزاره الداخليه ايضا من خلال القطاع المجتمعي. شفنا ده كمان انه الدعم الانساني للاسر اللي بيشتركوا في المساعدات اللي بتقدم ليها في المناسبات المختلفه، وده بنشوفه في بدايه العام الدراسي وبنشوفه في بدايه رمضان وقبل الاعياد. مظبوط. نعم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد امين رئيس تحرير مجله اكتوبر، شكرا جزيلا على هذه المشاركه معنا. والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة نتابعها مع سارة نجيب. إليك سارة. شكرا ريهام وأميرة. مشاهدينا هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم. أبرز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استطلاعات للرأي على عينة من المواطنين في 33 دولة حول العالم للتعرف على رؤية مواطني هذه الدول للأوضاع الاقتصادية في بلادهم. وأكدت التقارير أن 46% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع تعاني من الأوضاع الاقتصادية في بلادهم من حالة ركود، فيما توقع 42% من المواطنين بالعينة ارتفاع تكلفة السلع والخدمات خلال عام 2024. بحث وزير التجارة والصناعة أحمد سمير مع رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصة ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية إبراهيم بوركاي خطة الغرفة لإنشاء منطقة صناعية تركية في مصر. وقال وزير التجارة والصناعة إن الغرفة ترغب في إقامة هذه المنطقة في مصر على غرار المنطقة الصناعية القائمة في مدينة بورصة والمتخصصة في مجالات المنسوجات والسيارات والألومنيوم والآلات والمعدات والتكنولوجيات المتقدمة، لافتا إلى أن الغرفة تسعى للاستفادة من المزايا الكبيرة التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصري مثل الموقع الجغرافي المتميز والحوافز المقدمة من الدولة للاستثمار ومصادر الطاقة المتوفرة ذات الأسعار التنافسية. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط وسط مخاوف من أن يؤدي التوتر في الشرق الأوسط لتعطيل الإمدادات، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 13% لتبلغ 82 دولارا و11 سنتا للبرميل. كذلك ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 26% لتسجل 77 دولارا و18 سنتا للبرميل. كذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.9% لتصل إلى $2.09 للتر. في المقابل هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.24% لتسجل $1.69 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك هيثم الغيث إن سوق النفط في حالة جيدة ومستقرة إلى حد ما. وأضاف الغيث أنه يرى اقتصادا عالميا قويا هذا العام ستكون له انعكاسات إيجابية على الطلب. أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع مع اتجاه الأنظار إلى تقرير التضخم الأمريكي الذي كانت تترقبه الأسواق، ذلك للحصول على مؤشرات بشأن توقيت خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا العام. وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 0.9% بدعم صعود سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية، كما أغلق المؤشر القطري مرتفعا 0.5%. وفي أبوظبي ارتفع كذلك المؤشر 0.3% منهيا سلسلة خسائر لجلستين.
أطلقت الشرطة الهندية خراطيم المياه على المزارعين وأنصارهم إثر احتجاجات للضغط على الحكومة، ذلك للوفاء بوعدهم لعام 2021 بدفع المزيد لهم مقابل المحاصيل. وتم تجديد الإجراءات الأمنية في العاصمة نيودلهي بعد أن دعت نقابات المزارعين في الولايات الشمالية التي تعتبر سلة الغذاء إلى احتجاجات بعد يوم من فشل محادثات مع الوزراء تهدف إلى تأمين الحد الأدنى لأسعار مجموعة من المحاصيل. نهاية جولتنا الاقتصادية، والآن عودة من جديد إلى ريهام وأميرة. إليك. شكرا سارة. أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة قافلة طبية وتوعوية بمحافظة السويس. يأتي ذلك لتقديم الخدمات الاجتماعية والطبية للمواطنين الأكثر احتياجا، حيث تضم القافلة 5 تخصصات فضلا عن وجود أدوية يتم توزيعها على المرضى بالمجان. احنا عندنا برنامج في قطاع خدمة المجتمع، وهو تقديم الخدمات المجتمعية والقوافل الطبية لمحافظة السويس. ده جزء من النشاط بتاعنا، النشاط المجتمعي داخل الجامعة. فعشان ننفذ هذا الهدف احنا بنتعاون مع جميع المؤسسات في الدولة، من ضمنها طبعا على رأسها مؤسسة حياة كريمة، لأنها هي المسؤولة عن تحديد القرى الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات للقرى دي. فإحنا دايما طول السنة بنعمل قوافل بصفة مستمرة، وزي ما حكم شايفين الإقبال كبير من المواطنين هنا. النهاردة الحمد لله قمنا بالكشف تقريبا عن أكثر من 20 حالة مريض قلب، اللي بقدر اديله الخدمه كامله والعلاج بتاعه من هنا بقدر. اللي بيبقى محتاج فحوصات او حاجات متقدمه شويه انا بحطه على اول الطريق وبوجهه للمكان اللي يقدر ياخد فيه الخدمه. النهارده في اطار تعاون دائم مع جامعه السويس بيقدموا قوافل طبيه وخدمات طبيه في المناطق الاكثر احتياجا والحالات الاكثر احتياجا. برضو النهارده موجودين بمنطقه جنيفا بمحافظه السويس، عندنا قافلة طبية مكونة من 8 تخصصات. المميز هنا أول حاجة هو الكشف طبعا بالمجان، أدوية متوفرة الحمد لله رب العالمين ومتوفرة برضو بالمجان. الجميل في الموضوع اللي احنا فيه عندنا استدامة للقوافل الطبية، فالحالة اللي بتيجي تكشف وبعد كده بتحتاج متابعة، الكشف مبقاش مرة واحدة، يعني احنا كنا من أسبوعين كان فيه قافلة وقبلها بأسبوعين كان فيه قافلة، فالحالة اللي بتيجي بتطمن على نفسها وبتتابع مع الدكتور متخصص ليها. احنا عندنا هنا في محافظة السويس قطاع حي الجناين، هو يعتبر فيه يعني الارياف والاكثر والقرى الاكثر احتياجا، يعني عشان كده بنركز كل قوافلنا الطبيه تبقى في حي الجناين. دايما بنبقى على شراكه مع جامعه قناه السويس وجامعه السويس، بيوفروا لنا جميع التخصصات والاستشاريين والعلاج طبعا كله مجانا. غير ان الحاجه المميزه عندنا ان احنا بعد الحاله ما بتكشف لو احتاجت اي تحويلات او الكلام ده جامعه قناه السويس بتاخدها على تحويل في جامعه اسماعيليه، وجامعة السويس بنحول الحالات نهوت على محافظة السويس على المجمع الطبي. أنا من القليبية وجيت نقلت هنا، فماليش تأمين شامل، فلازم إن أي قافلة هتيجي فلازم أجي أنا وأولادي ليها. يعني بيجيبوا دكاترة محترمين ودكاترة كبار ودكاترة معروفة، ما بتبقاش على قد دكتور من صغير أو كده، لا دكاترة معروفة. وفي ناس كتير بتستفاد، لأن في ناس معهاش إن هي تروح لدكتور بره، معلش يعني، فبيستنى الدكتور يجي يكشف عليه ويديله العلاج. بتجمع كل التخصصات، وإن هي بتوفر على الناس إن هم بدل ما يروحوا السويس بتيجي لحد عندهم هنا في القرية. بيخدموا الناس، وفي علاج ما بيبقوش موجود فهم بيوفروا لينا، وناس بتتبسط بيهم اصلا. يعني في ناس ما بتبقاش مدرتها ان هي تكشف بره، فالقافله دي بتساعدها ان هي تكشف. مش اول مره هي عملت معانا كده قافله هنا في المنطقه، ويعني بتقدم لنا خدمات كويسه بالنسبه للعلاج وبالنسبه للخدمات اللي بتقدمها في المكان. اطباء كويسين، وغير كده بيدوا علاج للي هو كل التخصصات، اللي بيبقى علاج متوفر وحلو وافضل. يعني في بعض ادويه ما بنلاقيهاش بره بنلاقيها موجوده هنا جايبينها هم معانا. وصلنا إلى ختام نشرة السادسة، ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء.
الرئيس السيسي يلتقي رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية وبايدن يشيد بجهود مصر في دفع مسار التهدئة في قطاع غزة. الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس الوزراء القطري، والقاهرة والدوحة تحذران من العواقب الوخيمة لتصعيد العمليات في رفح جنوب غزة. غوتيريش يحذر من الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية وجنوب إفريقيا، تطلب من محكمة العدل الدولية بحث هذا الهجوم. انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري. تحية لكم وإلى اللقاء.